كل سنة وانتم طيبين وهابي فالنتاينز داي. النهاردة عيد الحب كالعادة زي كل سنة، واحلى هدية ممكن تقدموها طبعا بدون اي كلام هي انا. طبعا انتوا لا زهقتوا ولا طيقتوا ولا قرفتوا ولا عمركم هتزهقوا مني ابدا. بس 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 يا حبيبي، ده بديب ايه اللي الناس هتجيبها كل ده؟ انت قديم قوي، الناس زهقت منك. يوه، ايه اللي جاب الرخم ده هنا؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي جابك هنا بقى؟ ايه اللي جابني؟ انا جاي انقذ الناس قبل ما تبوظ الاعلان وتبوظ الفالنتاين. ابوظه ازاي؟ حرام عليك، ما تقطعش عيشي، ده انا عندي كوم قطن بصرف عليهم. يا تصدق صعبت عليا يا ابني، انت اصلا من الهدايا اللي ملهاش اي 30 لازمه، ده انت بتلم تراب البيت كله، انت هديه غير عمليه بالمره. انا هديه غير عمليه؟ طب والهدايا العمليه بتبقى عامله ازاي بقى؟ بوكيه ورد مثلا. ايه ورد؟ ايه الحكمه في ان حد يجيب لحد بيحبه نبته ميته؟ ده حتى يبقى فال وحش. طب بلاش الورد، ايه رايك في مزيل عرق؟ اهو كده بالظبط، كانك بتقول لحبيبتك ريحتك وحشه وروحي استحمي. طب ايه رايك في هديه عمليه زي هدوم؟ ايه الهدوم دي اكتر شيء نسبي وبتخضع للذوق والمقاسات وبلاوي. ما بس بقى يا اخي شويه، انت كرهتني وكرهتني، ايه الدبدوب العميق ده؟ حرام عليك يا اخي، لخبطتنا كلنا. استنوا انتوا الاثنين، عارفين ايه احلى هديه في الدنيا؟ ان حبيبك يديك فلوس تاخد حقك ناشف وتشتري كل اللي نفسك فيه من المول. وعشان عارفين ان اختيار الهديه حاجه مش سهله، مول وانا سيتي سنتر فيه كل المحلات اللي هترضي كل الاذواق. لا تدوخ نفسك ولا تحتار، خد حقك ناشف وخليك انت صاحب القرار.